أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحصة الأخيرة من شهر رمضان. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم إلى هذه التغطية المتواصلة والمباشرة والتي تأتيكم على القناتين المغربية الأولى والثانية. نسأل الله عز وجل أن يقبل منا الصيام والقيام وأن يحسن لنا الختام. اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا وعيده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، واجعله شاهدا لنا لا علينا. اللهم جعلنا فيه من عتقائك من النار، وجعلنا فيه من المقبولين الفائزين. نتمنى ماسا لحلشان قرو دير رمضان كي رمضان كي ان شاء الله يقبل ربي الخدم لنا نخدم دير رمضان كي ان شاء الله يقبل ربي لا من غير سمح اين يعني ننقص ونخدم مراكني لاق الحال وذا عنيت متنس ما زكذ العيد دينا لا دم مربوحي الزينين مرة يمسل من مرة ذي الدنيت. إذا غدا يوم العيد تأكد أن اليوم الثلاثاء سوف يكون يوم العيد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبله لنا وأن يعيده لنا في أحسن حال. فقط أؤكد أن ربما هذه المرة العيد جاء في أحسن حال، حسب رأيي جاء في وقت أن الجزائريين كلهم موحدين على كلمة واحدة. شفناهم الغرب الشرق الجنوب والشمال قبائل العربي كلهم أصبحوا جزائريين وطنيين، العالم الجزائري ترفرف في كل أنحاء البلاد، وهذا ربما الفوز الكبير من هذا الحراك، حراك مبارك إن شاء الله، حراك كما يقول الجزائريين سوف يتواصل في رمضان وقبل رمضان وبعد رمضان حتى إتمام مطالبه، وهو مطلب على كل حال بين وواضح، وهو مطلب جميع الجزائريين، وهو على النظام أن يرحل وأن يترك هذه الجزائر لأولادها لشبابها، خلوها هذا الشباب هما يأخذوها إلى البر الأمان. إذا نتمنى نسمع أو أنس يمكننا هذا سنقروا ذي رمضان إن شاء الله هزكا ذي العيدة مرفوح مرفوحين الجزائريين مرة مسلمين مرة عطي الدرار بإن شاء الله هذه لهنا ودينا كان بالك في ذا جيو سد ذي جيون جيوت الوقت عند الجاريين رفوز كفوس وغان ديون بوال سانيون بوال تولي الطرفنا كل هذا فوق لا قضي روح الجاريين وكل وغان دي الجاريين الصح وغان قاسي ناسيوناليست حمل نقاط مورتن سنسيزي بصح في ذا جيس فند الاحمل لقي حمل مورتن سن ولا درابو الجزائر مره دي الجزائر دي الغرب دي الشرق دي الشرق دي الجنوب دي الشمال وكل الف دي درابو الجزائر خطر سانيون بوال الى قذف وقذ يروح هذه فهم الى لحد الوقت سادي يروح وان شاء الله العيد نيض ندي الحون ان شاء الله يتسافر اوقذ ودف ويقعد يا في تمورت الى هناك الى قل حان تمورت يتحذر ايزرفان بوراويس وان شاء الله يعني يتحذر ايزرفان بوراويس وقذ فرانيا يعني نكون ان شاء الله وقذ سير من ناغل زيرت سيلي تفتح يمسل من الى هذا مره. اذا اعزائي المشاهدين فهذا الظروف مازال الحراك متواصل، مازال المناورات النظام متواصلة، هناك أقوال هناك فتاوي في الدستور ربما حبوا يخرجون مواد خيالية مواد جديدة لتمديد لابن صالح شهور أخرى ثلاثة أشهر ستة أشهر في انتظار انتخابات رئاسية جديدة ما دام ألغيت الانتخابات 4 جويلية. ربما هذا الحدث الأهم في هذا الأسبوع فيما يخص الجانب الحقوقي. إطلاق سراح كثير من النشطاء السياسيين والحقوقيين هذا ربما مؤشر جيد، بعض الحقوقيين يقولون ربما هذا شيء جيد خاصة بعد وفاة أو مقتل كمال الدين فخر رحمه الله. كل هذه ربما سوف نعود إلى الأمور مع ضيوفنا الكرام لحصة اليوم، وما نبدأ من الجزائر العاصمة معنا جمال العليلاس ناشط سياسي. سي جمال زول فلاك السلام عليكم اجمع. زول فلاوان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. سي جمال كيفاش فوت رمضان؟ كيفاش خاصه في هذا الحراك الكثيرون كان يقولون ربما النظام كان تاكل على ربما رمضان باش يخفف شمل الحراك باش ينقص من عزيمه الجزائريين. شفنا شهر كامل والجزائريين يصيرون على نفس المطالب وبنفس الاعداد. نعم ما تفوتنيش الفرصه باش نهني كل المسلمين في على بعيد المقبل عيد الفطر وبارك لهم فيه. وما ننساش ثاني نتفكر اليوم الصحفي تمالك الذي اختيل في سجن القليعه وبن عم اللي كاد
يعرف نفس المصير لولا كمال الدين فخار اللي توفى من بعد اهانه طبيه واهانه في السجن وكيفاش نقولوا موفيز بريزون شارج ميديكال على حسب واش هم يقولوا اليوم بالتحقيقات. الحمد لله اليوم اطلق سراح بن عوم اللي كان في حاله يرثى لها، لهذا نقولوا باللي الثوره هذه بدات تنتج وتاتي بثمارها، والنظام اللي كان كما قلت دركا يعول على ارهاق الناس في شهر رمضان راهم بينوا له بانهم في شهر رمضان كانوا انشط من شهور اخرى. والشباب اليوم اللي تعوض على هذه الممارسه، لان هذه الثوره هذه المسيرات اللي داخل ضمن ثوره، لان لازمنا ناكدوا على الثوره، كلمه ثوره، لان الحراك راه في فرنسا، الحراك هذاك تاع فرنسا تاع لي جينيزون هذاك حراك مطالبي، فيه مطالب اجتماعيه وفيه مطالب سياسيه بعض المطالب، ولكن احنا ما عندناش هذه المطالب الاجتماعيه في هذه الثوره، هذه ثوره تطلب ان يلغى ما كان قبلها، هذه هي ثوره. الثوره تجوب ما قبلها وتمحي وتلغي كل ما كان من قبلها ويرجع نظام جديد ووجوه جديده ودم جديد. اذا لابد ان نؤكد ولابد ان النظام يعلم بانه مقابل ثوره، والثوره ثوره الشعوب لا تقهر ابدا، لا ينهزم شعب في ثوره. ابدا في تاريخ البشريه عمره ما انهزم شعب في ثورته، حتى ضد الاستعمارات اللي كانت مدججه بالسلاح. اذا هنا لابد ان نركز على هذه الكلمه هذه تاع الثوره. واليوم هذه الخرجات هذو تربصات للشباب اللي جاء الحق جديد لهذه الثوره هذه ولهذه المسيرات وكاع، بدا يتربص وبدا يوالفها. الان ما تقدرش ترجع شباب هذا للدار، من المستحيل، الا اذا كان جات النتائج اللي كان يعني يصبوا اليها من النهار الاول، وهي الحريه. جيد سي جمال، بس المشكله ان المؤشرات الان جايه من النظام، ربما هذه الرساله بعد 15 جمعه مازال ما فهمهاش الواضح. على كل حال، لان شوف المناورات، شوف مازال يؤكد ان الحل هو حل دستوري، وحب يخرجنا بفتوى جديده دستوريه باش يمدد واحدة بن صالح باش يزيدوا له 3 شهور ولا 6 شهور واحد اخرين حتى يدير انتخابات جدد. يعني ربما الرساله مازال ماشي واضحه لهذا النظام. من طرف هذا الناس البقايا البوتفليقه، بقايا بوتفليقه هذو راهم مازالوا متشبثين في المناصب تاعهم، لانهم لازم نفهموا بان عندهم هما هذه مصيريه، هذا العمليه اللي رانا رايحين لها سي اون كيستيون دو فيو دو مور. عندهم هما ما يقدروش يرجعوا للمور ويتقوا النظام هكذا برك الحكم يعطيوها يسلموها للشعب، لان سي اون كيستيون دو فيو دو مور فور. الوغ مازالوا متشبثين، والجيش مازالوا متمسك بهذيك نتاع الدستوريه، واليوم راهو امام امر الواقع، وضع امام الواقع في الحقيقه. من المفروض يعرف بان هذا المجلس الدستوري ماهوش مجلس فتاوى ولا ماهوش مفتي، عنده دستور، عنده قوانين، مادة كذا والمادة كذا والمادة كذا، مادة ماشي موجودة، مادة اللي تمدد لهذا بن صالح ما عندنا ما نسمعوا فتوى منه إلا وإذا نقولوا بأن خلاو على الدستور وندخلوا في المرحلة الجديدة، وهي المرحلة السياسية اللي هي ترتكز على بيان دستوري يستنبط من المادة 7-8 إلى غاية المادة 12، نمشيو به الى انتخابات رئاسيه، وهي من الافضل نروحوا لانتخابات رئاسيه في اسرع وقت، تكون عندنا على الاقل مؤسسه مشروعه ومنتخبه من طرف الشعب، بها نكملوا المشوار تاعنا. ولكن مشكله سي جمال، علاش الان الناس ربما اللي راهم في الميدان وحبوا يعني خاصه النشطاء السياسيين والاحزاب يقول ان الحل الان مستبعد باش يكون حل دستوري، لانهم طالبين مرحله انتقاليه ويكون مجلس ربما انتقالي، كل هذا خارج الدستور، والنظام الظاهر انه مش لم يعترف حتى الان بهذا الخلط الطريق تاع الاحزاب المعارضه، وهم مازال يتمسك بحل دستوري وانتخابات عاديه بنظام هما ينظموها يعني.
درك هو درك باش يتمسك بالحاله الدستوريه انتهى الامر اليوم خلاص راه خرج راه بان باللي هذا المفتي اللي فتنا اليوم بتمديد العهده لبن صالح راه بان باللي راه خرج من الدستور خلاص ما هم وراو لك باللي ما على بالهمش بالدستور راهم دايرينهم خلف ظهريانهم خلاص ما يحوشوش عليه اذا احنا ثاني نبنيو على هذا المنطق هذا باش ندخلوا في الماده السبعه خلاص فضينا مع الماده 102 درك جاء الوقت باش ندخلوا في الماده السبعه والثمانيه قلت لك نبداو بيان دستوري نبنيو عليه باش المرحله الجايه لان المرحله الانتقاليه يا سليم راهي صعيبه وتجرنا الى مخاطر كبيره لانها تقدر تدوم وتقدر تدوم وتخرج هذوك النزاعات الجهويه والعرقيه والشحنات وكذا يقدر كيف تقول سي جمال كيف تقول هذا الكلام والناس الان شفناهم بعد 15 جمعات ورغم المحاولات والمناوره شفنا الجزائر انه واعي بما هو الكفايه والطبقه راهي واعيه بما هو الكفايه باش ما يطيحش في هذا اللعب تاع النظام ناويش يدخل في الشك ان ربما راهنا راحين ندخلوا في نزاعات جهويه ولغويه وهكا وشفنا ان الناس ربما الجزائر الان واعيين بهذه المشاكل ما راحش نطيحوا لان النظام هو الشك فيها. لا شوف المرحله الانتقاليه تكون اذا كانت طويله يكون فيها خطر لان يكون المجال يفسح المجال للناس اللي انا ما كانتش حتى قصيره الان حتى الطبقه السياسيه خاصه المواطنين هم يقولوا الناس لازم تكون المرحله فتره قصيره بصح قصيرة. حتى النظام القصيره ما حبهاش يعني قال لك مرحله انتقاليه هذه ما لازمش تكون خاص لانه هي خارج الدستور إيه درك حنا ولا كان حنا علاش نرفضوا الانتخابات الرئاسيه؟ حنا ماذا بينا نروحوا الانتخابات الرئاسيه ولكن بالضمانات التي طلبناها يعني مؤسسه مستقله لتسيير الانتخابات ومراقبتها واعلان النتائج كل هذا يجي تكون عندنا الضمانات تكون عندنا حكومه تكنوقراطيه حكومه لديها قبول عند الشعب هنا بهذه الضمانات نقدروا نمروا للانتخابات الرئاسيه ممتاز. ومن ثم كيكون عندنا رئيس منتخب خلاص هذاك الوقت احنا حتى الرئيس المنتخب اللي يجي من بعد ما راحش يدير كما يحب كما من قبل اليوم الشعب مجند والشباب راه فاهم الوضع تاعو فاهم القوه تاعو خاطرش اليوم احنا هذا النظام اليوم النظام علاش انا نقول لكم كاينه ثوره النظام نزعنا منه المبادره السياسيه نزعناها له راهي بين يدينا هذا باش يعرف وهذا مؤكد الى حب ينظم انتخابات 4 جويليه قلنا له لا اذا حنا اللي نتكلم قلنا لا ما يكاش ولا قلنا له ما تكونش انتخابات ثاني المقبله لما كانتش الضمانات اللي طلبناها ما يقدرش يديرها لان اليوم اخذنا منه المبادره السياسيه والمسار السياسي طيب سي جمال عز من فضلك قلت لي حماي درك نولي لك معنا الان من الجزائر مصطفى استاذ مصطفى غزال ناطق باسم عائله المساجين السياسيين سي مصطفى السلام عليكم الزوف لك اكما اهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمه الله استاذ مصطفى غزال اولا حبيت نسمع رايك فيما يخص اطلاق سراح بعض المسجونين الذين يعتبروا مسجونين الراي ومسجونين سياسيين هذا ربما يرجع الامل لكم لعائلات المسجونين السياسيين من 2 سنين حتى الان ربما حان الوقت للضغط على هذه المنظومه باش لاطلاق سراحه. اهلا الاخ سليم. اولا البشرى في اطلاق سراح الناشط الحقوقي عبد الله بن نعوم هذه البشرى التي اثلت صدورنا واعتبرناها بداية للانفراج ممكن الانفراج لمخلفات الأزمة الأمنية والسياسية التي عاشتها بلادنا في التسعينات وأظن أنه توجد نية فعلا في فك هذه الأزمة وحل هذه المشكلة التي طالت كثيرا وامتدت إلى ما يقارب الآن 27 سنة وعبد الله بن نعوم ما هو إلا شخص من هؤلاء الإخوة الذين سجنوا في ظروف يعلمها الكثير على أنها كانت ظروف استثنائية غامضة محاكمات غير عادلة كانت الدافع فيها هو الضغط على الشعب والضغط على الذين رفضوا توقيف المسار الانتخابي في التسعينات.
جيد محاوله جيد سيدي. نعم. استاذ مصطفى غزال، يعني ربما لازم نقول ان حتى المجتمع كان يتجاهل قضيه هذه العائلات وقضيه المسجونين السياسيين تاع 92 حتى نهايه 2000. يعني ربما الان مع الحراك الان الجزائريين مهتمين اكثر بهذه القضيه، وهذا ربما يشجعكم كما قلت لشرح قضيه المسجونين. هذا الراي العام، ربما كثير من الجزائريين ما يعرفوش الاسماء، ما على بالهمش بالقضايا هذه تاع المسجونين. ربما الان انتم مسؤوليتكم كبيره باش تفهموا للشعب الجزائري قضيتكم وتوصلوها الى المسؤولين. فعلا في شبكات التواصل الاجتماعي لاحظنا بان هناك مشاركات كثيره من جماهير كثيره من الشعب الجزائري مهتمين بموضوع السجناء السياسيين الذين سجنوا في ظروف غامضه في التسعينات. وهذا ما يشجعنا للمطالبه للسلطه الفاعله في البلاد على الالتفات الى هذا الملف وحل هذه المشكله، ونقدم في ذلك حلول او مخارج قانونيه يمكن الاستناد اليها لحل هذا الاشكال. اولا هؤلاء الاشخاص سجنوا في التسعينات، يعني في 92 93 94 الى غايه 97. هؤلاء الاشخاص سجنوا في ظروف غامضه، كانت محاكمات استثنائيه وظالمه في نفس الوقت، وكانت لا تعتمد على الادله مثل المحاكمات العاديه مثل الجنايات وغير ذلك. كانت محاكم خاصه تاخذ الشخص بالشبهه او في بعض الاحيان بالاتهامات الجزافيه. هؤلاء الاشخاص حكموا في المحاكم الخاصه والمحاكم العسكريه. عندما جاء قانون المصالحه الوطنيه اطلق سراح البعض وبقي الاخرون حتى يوهم، يعني اوهموا الرأي العام بأن هؤلاء الأشخاص الذين لم يفرج عليهم في 2006 يستثنيهم القانون. ولهذا نحن نعرض حلول أو مخارج قانونية للسلطة الفاعلة. أولا لتفعيل قانون سن المصالحة الوطنية على أساس أنه يطبق بحذافيره على الأشخاص الذين لم يرتكبوا أعمال يعني تستثنيهم من العفو. وثانيا تفعيل قانون الإفراج المشروط، أي قانون داخلي الذي ينص على الإفراج عن الأشخاص الذين لهم أسباب صحية، يعني لأسباب صحية، وأغلبهم يعني بالفصل أغلبهم مرضى بأمراض مزمنة وكبار في السن. فهؤلاء الأشخاص يعانون في السجون، يعني تصور أنهم كاين اللي راه في 27 سنة في السجن ومريض أستاذ غزال، حسب معلوماتكم كم عدد هذا المسجونين؟ راك تشوف أنتوا السياسيين محقورين راهم في السجون الجزائر الآن. موضوع العدد هو موضوع صعب جدا. حنايا استطعنا تعيين 160 شخص. 160 او 160 بعض، يعني 66 هكذا. هؤلاء الاشخاص باسمائهم، ولكن في تواصلنا مع العائلات ومع المجتمع وجدنا ان العدد اكبر من هذا. ولكن المواصفات موحدة على أن هؤلاء الأشخاص سجنوا ما بين 91 إلى غاية 97. لماذا نقول 97؟ لأن 97 كان قرار توقيف يعني الذهاب إلى وقف إطلاق النار وتفعيل الهدنة التي طبقها يعني المؤسسات في ذلك الوقت، الاتفاق مع المؤسسة العسكرية. ففي ذلك الوقت تم الاتفاق على إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص. طيب يعني سي غزال، الآن باش يشوفوا اليوم يشوفوا فين يكون على بالهم الآن عشرات بل المئات من الجزائريين يقبعون في سجون
البلاد، وهو ربما حوالي 25 27 سنة في السجون، وتكشف أنهم مسجونين مظلومين يعني سياسيين، لأنهم فقط ربما كانوا تعجبوا لسمي إنقاذ، وربما كان عندهم أفكار ضد الانقلاب العسكري، هذا اللي خلاهم رهم يقبعون في السجون الجزائرية الآن. هؤلاء الأشخاص حكموا في محاكم خاصة غير عادلة، كانت استثنائية. أما المحاكم العسكرية فهناك أشخاص عسكريين رفضوا الانقلاب على الشعب، وكانت مواقفهم ضد مواجهة أو ضد إقحام المؤسسة العسكرية في مواجهة اختيار الشعب في ذلك الوقت. ولهذا هناك كثير من العسكريين وأبناء الخدمة الوطنية ما زالوا في السجون إلى يومنا هذا بتهم ما بين المؤبد والإعدام بسبب مواقف سياسية. وأعطي على ذلك عدة أمثلة لأشخاص حكموا في المحاكم العسكرية، وكانت التهمة هو محاولة الانقلاب على نظام الحكم، في حين أن الشخص اعتقل في مكتبه، لم يؤخذ في مواجهة أو في عمل مسلح. ولهذا كانت المحاكمات غير عادلة، ونطلب من السلطة الفاعلة اليوم ونحن أمام هذا الانفراج السياسي الذي نتج عن التفاعل الشعبي مع القضايا، مع قضايانا في التسعينات، فنرجو من السلطة الفعلية في البلاد أن تلتفت إلى هذا الملف وتفك هذه المشكلة وتطلق سراح هؤلاء السجناء في إطار القضائي وفي إطار المخارج القانونية الموجودة التي ذكرتها سابقا. جيد أستاذ غزال. تفعيل قانون المصالحة الوطنية أو تفعيل قانون الإفراج المشروط أو الإفراج المؤقت على هؤلاء الأشخاص، وحتى استعمال السوار. نحن نقبل باستعمال السوار مؤقتا لإطلاق سراح الكبار السن والمرضى والذين لا يتحملون كل هذه المدة في السجون. أستاذ غزال، في غضم هذا الحراك، ربما ليس بالأجدر الآن ربما الاتصال ومحاولة الكلام مع هذول المسؤولين ليس لموجودين الآن في السلطة الفعلية، لأن ربما المستقبل الآن لهذا الحراك، مستقبل الآن لهذا الشعب الجزائري، أليس بالأدرى الآن محاولة الاتصال بالأحزاب السياسية ونشطاء اللي عندهم مبادرات باش ما ينساوش قضية هذا المسجونين في المبادرات تاعهم في خريطة الطريق الجاية إن شاء الله، وخاصة في إذا كان فيها تسوية ويكون إن شاء الله انفراج سياسي حقيقي كما يريد الشعب. الرأيين الموجودين في الساحة السياسية اليوم، هناك من يطالب بمرحلة انتقالية يتم فيها تشكيل حكومة تقنية تشرف على انتخابات حرة ونزيهة، والرأي الثاني هو الذهاب إلى انتخابات بالحكومة الحالية. ولكن هناك رأي ثالث مطروح في الساحة السياسية، وهو تشكيل هيئة شعبية لها قواعد، يعني سيدة لها سيادة تشرف على الانتخابات ويقوم تقوم او يرشح لعهدة انتقالية، يعني مرشح يمثل المرحلة الانتقالية التي يتم فيها تجديد او تعديل الدستور والتحضير لبناء جمهورية جزائرية جديدة على أسس صحيحة. الطرح الثالث أراه بأنه يجمع ما بين الرأيين، يعني عهدة انتخابية رئاسية انتقالية، يتم الاتفاق على المرشح الذي يمثل المرحلة الانتقالية، وهذا حل وسط وممكن الذهاب إليه في المرحلة القادمة
إن شاء الله، ويتم من خلالها الإفراج على جميع الملفات العالقة الموجودة في الساحة السياسية. يعني أستاذ غزال، فيما يخص مؤشرات النظام الآن، شفنا ربما هو ما زال يؤكد على الحل الدستوري، ما زال يؤكد على انتخابات تحت كما قلت تحت ربما الحكومة الحالية. شفنا ألغيت الانتخابات 4 جويلية لأن الشعب رفضناها، الشعب قالك ما نديروهاش ما نقبلوهاش، ورأي الشعب هو اللي فات. يعني بعد 3 أشهر ماذا سوف يتغير إذا كان هما متأكدين ولما مصرين على الحل الدستوري تحت هذه الحكومة وبن صالح والشعب يرفضوا 3 شهور ولا 6 شهور واحدة أخرى ولا سنة واحدة أخرى، ماذا سوف يتغير حتى يبدل رأي الشعب؟ الشعب ما زالوا يؤكد ويصر على أن هذا المنظومة لازم يروحوا قبل الانتخابات. هو الظاهر أن موضوع الانتخابات 4 جويلية كانت مبنية على أسس ضعيفة، لأن لا أحد من الناس يتقبل انتخابات في ظل حكومة بدوي اليوم. ولهذا نحن نطرح الطرح الثالث، هو تشكيل هيئة انتخابية ذات سيادة، يعني لها نفس الصلاحيات الحكومة التي تشرف على الانتخابات، يعني بدل تأسيس حكومة هيئة انتخابية تشرف على الانتخابات لها كامل الصلاحيات، وذلك بعد تعديل قانون الانتخابات. بس مشكل 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 استاذ غزال، استاذ غزال مشكل ليس فقط نعم. في بدوي ولا الحكومه، حتى رئيس الدوله الان الحالي المؤقت بن صالح الشعب او طالب باش يروح، كل البات يروح، حتى ربما كثير من الجزائريين يطلبون حتى قايد صالح لازم يروح قبل انتخابات وقبل مرحله جديده. هي اهم حاجه حتى الانسان يعني يكون معتدل في ارائه، أهم حاجة هو عدم الإشراف حكومة بدوي على انتخابات، وهذا مطلب مقبول ومعقول ومنطقي. إشراف حكومة بدوي اليوم على انتخابات تدخلنا في متاهات ممكن لا نستطيع الخروج منها مستقبلا. يعني مطالب استقالة أو لا إقالة بن صالح مش معقولة، مش مقبولة، ولا كيف؟ ما يعني نحن الآن بأمس الحاجة إلى هيئة تشرف، يعني هيئة مقبولة تشرف على الانتخابات المقبلة. المهم هو هذه أهم حاجة يحتاجها الشعب اليوم، هو الذهاب إلى انتخابات نزيهة وحرة ليست فيها شبهة تزوير أو توقيف هذا الحراك الشعبي الذي لا بد ان يستمر. جيد جيد. سي جمال العليله، شو رايك؟ ايه درك انا رايي كنت دائما مع الانتخابات الرئاسيه بالضمانات المطلوبه من النهار الاول، يعني حكومه انتقاليه، حكومه متوافق عليها من طرف كل الشعب مقبوله، ولا هذاك بن صالح ما عندوش دور فيما يخص الانتخابات إذا كانت حكومة تكنوقراطية ومقبولة من طرف الشعب، وكانت لجنة لتنظيم ومراقبة وإعلان نتائج الانتخابات، بهذه الزوجة هذون نقدروا نروحوا إلى انتخابات رئاسية نزيهة، وهنا نكون وضعنا اللبنة الأولى في الدولة الديمقراطية. ومن بعد كي يكون عندنا رئيس منتخب نقدروا نمروا من بعد من مرحلة الخطر السياسي والخطر الاجتماعي، ولا لأن البلاد راهي حبسة، على الأقل يكون عندنا رئيس اللي يقدر يشرع بار ديكري ولا لتسيير الاقتصاد وبور بوستي ليكونومي، باسكو راهي حبسة كلش، البلاد راهي حبسة، راهي مفرينيا، رئيس الحكومة اللي عندنا رئيس الدولة ما عندوش صلاحيات، الحكومة راهي باراليزي ما راهيش تخرج حتى من المكاتب تاعها في هذيك الجهه هذيك، رانا حابسين. اذا اذا كان عندنا رئيس جمهوريه منتخب من طرف الشعب بالشروط اللي طلبها الشعب، ثم الحكومه واش دير؟ توضع لجنه وطنيه للحوار السيده، لجنه سيده للحوار الوطني، هذا تحطها الحكومه الانتقاليه، توضع هذه اللجنه
يوقع فيها حوار ثم يكونوا فيها خبراء، يكونوا فيها ناشطين من هذا الثورة، يكونوا فيها ناشطين حقوقيون، وشنو هو في المرحلة المقبلة تاع الحوار نلغي دخول كل الناس اللي ساهموا في هذا الفساد العارم في البلاد بما فيه أحزاب المشاركة اللي مدارين يشاركوا مولفين يشاركوا مع النظام يبقوا معاه اليوم حتى نفرغ نحن الثورة هذه من الحوار. الحوار يكون فيه خبراء، يكونوا فيه نشطاء اللي ما شاركوش في انتخابات، اللي ما شاركوش في البرلمان، اللي ما شاركوش في البلديات، اللي ما شاركوش في الولايات، باش تكون ثقة. وهذه اللجنة هذه لازم يكونوا فيها الناس هكذا باش يسترجعوا، ديجا اللجنة تسترجع ثقة الشعب وتسمع للشعب، ويكونوا النقاشات مباشرة متلفزة ومباشرة، وإن شاء الله تكون لكم أنتوما ثاني تفتح لكم الباب باش يعني تبثوا هذه المباشرة نتاع المحادثات اللي تكون في هذه اللجنة الوطنية المستقلة للحوار. جيد جيد جيد. اللجنة واش دير هذه اللجنة؟ اللجنة توضع خارطة الطريق لما بعد الرئاسيات، كيف رايحين نمشيو، كيفاش رايحين نأسسوا للدولة تاعنا الديمقراطية. جيد جيد سي جلال، علاش نبقى معايا درك نولي لك. معنا الآن من بجاية نبيل، أستاذ نبيل فرقيناس نقابي وناشط سياسي. سي فرقيناس السلام عليكم. الزوف لك كما الزوف الأول لكل مشاهدي قناة ماردية وضيوف الكرام، وصح فطوركم وصح رمضانكم، يعني إن شاء الله يكون فات على الجزائريين يعني في الحراك هذا، وأيضا غدوة إن شاء الله العيد، ونتمنى مسبقا العيد سعيد لكل الجزائريين. ممتاز سي فرقيناس. الان اليوم الاخير من رمضان كما قلنا مع الزملاء الضيوف اللي سبقوك، يعني النظام كان يراهن على هذا الشهر باش يضعف الحراك، باش يضعف لا سونسيبيليزاسيون لا موبيليزاسيون دي الجيريان. شفنا ربما العكس في شهر رمضان، رغم العطش رغم الجوع رغم الحراره الجزائريين ما ولاوش اللور، خرجوا بالملايين. واش تقول في هذا الحراك، هذا الرساله، كيفاش راهي تشوف الرساله هذه القويه لهذا النظام؟ اليوم الجزائريون يعني اليوم برهنوا، خاصه في هذا الشهر يعني رمضان، برهنوا باللي العوده الى الوراء من مستحيلات الساعه كما يقولوا، يعني هذه الفرصه انا نقدر نقول كذا في انا قاضي، يعني الفرصه الاخيره للجزائريين باش يطيحوا هذا النظام مستبد يعني من 62 وخاصه العشريه تاع نظام بوتفليقي. يعني الشعب الجزائري اليوم كان يعني منذ الجمعة الأولى تاع شهر رمضان يعني كان في تصاعد إلى نهاية الجمعة المقبلة، يعني خرجوا يعني اللي ما خرجوش في شهر رمضان هذا إن شاء الله يعني الجمعة المقبلة، يعني في أول جمعة شوان وبعد العيد إن شاء الله يعني يخرجوا بكل أطياف ونساء ورجال، ويعني كل شعب جزائري إن شاء الله يخرج باش يبرر أكثر لهذا النظام العصابات، باللي الشعب الجزائري متوحد وعنده مطلب واحد هو إطاحة هذه العصابة اللي حكمت البلاد وبدات الديمقراطية تاع الشعب اللي كومت في جميع الأفواه، يعني 62 حتى اليوم يعني نطالبوا باش برحيلهم كامل. الشعب الجزائري عنده رجال عنده نساء اللي يقدروا يقودوا المرحلة القادمة يعني بكل شفافية، ويعني إن شاء الله عندنا أمل كبير في إطاحة هذا النظام وإطاحة هذه العصابة اللي حكم هذا البلاد، يعني اللي يعني كما يقولوا يعني أكلت نهبة أموال وثروات الشعب. كيف أستاذ فرقيناس؟ أستاذ فرقيناس يعني نرجع له، أنت تقول عندنا أمل كبير، أوني بي سي أوني أوبتيميست كما تقول في مستقبل هذا الحراك. واحد آخر يقول لك لما نشوفوا تعامل النظام أمام هذا الحراك، الضغط البوليسي والقمع البوليسي والمناورات السياسية، أن يعني ظاهر أن حسب الأيام يقولوا أن النظام ما عندوش نية باش يقبل بالتغيير، باش يروح يخلي الجزائر لهذا الشباب. أنت كيفاش منين جبت هذا الأمل، منين جبت هذا الأوبتيميزم؟ يعني اليوم احنا كمناضلين سياسيين وكنقابيين على بالنا بلي النظام هذا ما يطيحش في جمعه واحده ولا في شهر واحد ولا في شهرين، يعني هذا هو الشعب النداء الشعب الجزائري اليوم باش يعرف يعني هذا النظام باش يروح في ساعه واحده ولا في شهر، يعني لازم نتمسك
تكون بنفس المطالب وتكونوا متوحدين ما يفرقوناش. هذا هو النار اللي بدينا خرجنا الجماعة الأولى على بالنا باللي المهمة ما تكونش سهلة ولكن ماشي مستحيلة، صعبة حقا، ولكن الشعب الجزائري لازم يعني يتمسك بالمطلوب هذا لأن هذه فرصة ثمينة وثمينة لكل الشعب الجزائري لإطاحة هذا العفرمة. اليوم احنا لازم نتحدوا ولازم يعني عندنا نفس طويل، لازم يكون نفس طويل لأن الشعب، لأن مهمة كل الجزائريين 40 مليون جزائري يعني عنده نفس الأمل ونفس يعني الرغبات باش يعني الجزائر تاخذ يشوفوها جزائر يعني ديمقراطيه، جزائر يعني متفتحه لكل يعني وتكون يعني يحترموا كل الاقليات وكل الحريات اللي موجوده في اطياف هذا الشعب اللي من الشمال الجنوب الغرب، يعني كل جهه عندها يعني التمثيل تاعها وعندها الحريه تاعها تمارس العاده تاعها، يعني هذا هو الحاجه اللي حبينا نوصلوا لها وما لازمش نفشلوا، يعني قالوا لازم يروحوا ومام اللي حاكمين يعني المؤسسات العسكريه لازم يرمخوا بمطالب الشعب الجزائري اليوم اللي ما حبش يروح للانتخابات بهذه الاوجه. احنا ما رماش ضد الانتخابات في حد ذاتها، الانتخابات احنا غدوه نروحوا لها ماشي مشكل، حبينا كامل نشوفوا رئيس يعني منتخب من طرف الشعب الجزائري بطريقه ديمقراطيه، ولكن انتخابات ما يشرفوش عليها اوجه الفساد اللي كانوا هما سبب الازمه. احنا نقولوا ما راناش عايشين الازمه حاليا لان رانا عايشين حل الازمه، يعني الحل بدا من منذ رحيل نظام سقوط بوتفليقه وهذا اللي بدات نشوف النور يعني يشوفوا الحل، يعني دونك الناس يشوفوا يقولوا رانا في ازمه، لا لا الازمه يعني راحت، اليوم رانا في حلول تاع الازمه، ان شاء الله يعني الجزائر عندها رجالها وعندها نسائها نروح وعندها ما تروح سيطوار يعني وين يكونوا رجال اكساء هما اللي يسيروا هذه الفطره ونروحوا لانتخابات نزيهه وكامل الشعب الجزائري يريد رئيس منتخب بطريقه ديمقراطيه. استاذ فركيس، بعد مقتل او وفاه كمال الدين فخار رحمه الله شفنا بعض انفراج، بعض اطلاق سراح بعض النشطاء على اخرهم اليوم هو بن نعوم الحمد لله اطلق سراحه، يعني هذا ربما نرجع الى مخلفات هذا النظام التسعينات وقبل التسعينات وبعد التسعينات، الان حسب كما تكلمنا مع استاذ مصطفى غزال فيه الجزائريين الان ما زالوا في السجون لانهم عندهم راي مخالف هذا النظام، ما هي مسؤوليه هذا الحراك ومسؤوليه انتم يعني النشطاء السياسيين والجمعويين باش الجزائريين يكونوا واعيين بهذه القضيه وهذه القضيه تاع جميع الجزائريين خاصه في هذه الظروف؟ نعم اليوم يعني ديجا باش نروحوا للحل هذا لازم يعني اطلاق كل النشطاء السياسيين، يعني اليوم كل جزائري عنده الحق في الكلمه ولكن بطرق سلميه، حنا ما راناش ضد هذو كل يعني ناشط سياسي ولا نقابي راه في السجون تاع هذا النظام لازم يطرقوهم باش نروحوا ديجا لنظام جديد، وايضا لاطلاق ايضا السمع البصري يعني القنوات التلفزيونيه لازم تكون يعني تاع الشعب الجزائري، اليوم رانا نشوفوا يعني في القنوات اللي موجوده يعني في الجزائر اليوم وشكرا للقناه المغربيه اللي اعطت فرصه لكل النشطاء يعني بكل اطيافهم اليوم باش يهضروا في هذه القناه، ولكن مالوريزمون في القنوات الموجوده في الجزائر اليوم يعني قنوات راهي كيفاش يقولوا راهي تسير في خط النظام والشعب الجزائري رافضين هذا المنطق، حنا رانا ورزمو كاين فيسبوك وكاين القناه هذه، ونشكر ايضا من منبركم ايضا نشكر قناه بارتي في ايضا راهي تقوم بعمل جبار، ومالوريزمو قناه دير نيوز اللي خرجت شويه امام ملكه حداد ولكن يعني اعطت شويه كان بعض الاراء المتناقضه داخل هذه القناه، شيء مشرف ولكن راهي يحبوا يحدثوها، اما القنوات الاخرى راهي تسير في خط النظام في خط القائد العسكري يعني اللي حاكم المؤسسه العسكريه، احنا المؤسسه العسكريه ما عندنا حتى مشكل معها، هي اللي حاميه البلاد وهي اللي تحمي البلاد، ولكن اللي كان فوق هذه المؤسسه العسكريه لازم يرضخ لمطالب الشعب الجزائري، مطالب الشعب الجزائري يقول برحيل هذا النظام وانتخابات ما تكونش بهذه الاوجه، اوجه الفساد، وحنا نطالبوا كل النشطاء السياسيين لازم يخرجوا، لازم نعطيهم كلمه للتعبير باش يكونوا ايضا إذا حبينا نرسموا ديمقراطية وحرية التعبير. جيد أستاذ فركيس من فضلك تبقى معي درك نولي ليك، أستاذ مصطفى غزال يعني بعد
انقضاء الشهر رمضان الآن، ربما نتجه ربما إلى جمعات أخرى، ربما حتى غدا فيه كلام يقال أن ربما تكون مسيرة غدا في الأيام العيد. بصح المهم أنت كيفاش راك تشوف، كيفاش تتوقع هذا الحراك يزيد يعني في الأعداد ولا يكون فيه تصعيد في الأيام ولا في الأسابيع المقبلة؟ كيفاش أنت تتصور كيفاش رانا ماشيين يعني؟ أنا أرى في الحقيقة أن الحراك الشعبي راها مع مرور الوقت ازداد تفاعلا مع الاحداث، وازداد نضج في التفاعل مع القضايا السياسيه القديمه التي كانت تعيشها البلاد. لان الاحداث تاع 22 فيفري ما هي الا يعني انفجار لتراكمات سياسيه قديمه صح، ولأزمات قديمة كانت تعيشها الجزائر منذ التسعينات. وأرى بأن الدور الآن دور النخبة، والنخبة السياسية في إعطاء حلول للأزمة السياسية اليوم. ويمكن الذهاب إلى عدة حلول عندما تطرح القضايا في إطار حوار جاد وعادل. صح، فهمتك، شكرا. مثل دور مثلا المحامين في القضايا، في قضايانا مع قضية السجناء السياسيين. صح، دور المحامين الذين يعلمون بأن هذه المحاكمات التي تمت ضد السجناء السياسيين اليوم، المسجونين اليوم، هي محاكمات إصلاحية قديمة كانت في ظروف معينة كانت تعيشها البلاد. ولهذا بعد إلغاء المحاكم الخاصة يمكن التفاعل مع هذه القضية ما دام يعني العدالة اليوم ناشطة في محاربة بما يسمى بالعصابة، فتستطيع العدالة كذلك فتح ملف سجناء سياسيين الذين حكموا في محاكم استثنائية. فهمتك. إعطاء نفس جديد للشعب الجزائري من خلال الإفراج على هؤلاء السجناء، وهذا دور المحامين في توعية الرأي العام وتوعية القضاء. ممتاز. بشكل خاص في موضوع فتح ملفات السجناء السياسيين الذين مضى على سجنهم اكثر من 27 سنه. صح، بارك الله فيك استاذ مصطفى غزال. وارى بان الحراك يذهب الى نضج سياسي حقيقي. ان شاء الله. ولا ارى يعني ان المشكله سوف تستمر، لان الشعب في وعي مستمر ونضج مستمر، واظن انها ستذهب الامور الى انفراج حقيقي للبلاد ونستطيع انجاح هذه الثوره. ان شاء الله. ان شاء الله سي مصطفى، بارك الله فيك استاذ. وتوفيق الى وصول الى دوله جزائريه ذات سياده في اطار مبادئ اول نوفمبر. بارك الله فيك، شكرا سي مصطفى غزال ناطق باسم عائلات المسجونين السياسيين، كان معنا من الجزائر، شكرا جزيلا. وليك سي جمال العلاش، الناس يقولوا، الكثير يقولون ان ربما احنا الجزائريين تعلمنا من دروس البلدان الاخرى، على هذه ربما الجزائريين متمسكين بالسلميه، ام يضربوا فينا معليش اخويا خاوتنا نمشيو بالسلميه، ام يستفزوا معليش خاوتنا نمشيو بالسلميه، ما نطيحوش في اللعب تاع العنف، لان شفنا ربما تجارب البلدان واحده اخرى. اليوم شفنا تجربه واحده اخرى في السودان، يعني انت كسياسي وكناشط جمعوي كيفاش مش النتائج اللي يمكن نستنتج نخرجوها من قضية تاع السودان؟ يعني طيحوا بالبشير، الآن المجلس العسكري أو دار مجزرة في ساحة الاعتصام في السودان في خرطوم، يعني قتل أكثر من 30 ولا 40 سوداني. كيفاش يعني الدروس هذه مني كيفاش باش ما نطيحوش حنا في اللعب هذا؟ مليح سي سالم اللي اثرت هذا الموضوع نتاع السودان، لان السودان الى لاحظتم البشير كانت بالك ربما عده محاولات للانقلاب عليه من طرف العسكري، محاولات عنفيه وما استطاعوش باش يزيحونه. وهذا
الثورة السلمية اللي قام بها الشعب أزاحت عمر بشير بكل سهولة. ولهذا احنا ننصح اخواننا في السودان ان لا يقبلوا بالمرحلة الانتقالية التي ارادها هذا المجلس العسكري، اراد مرحلة انتقالية تاع عامين ولا ثلاثة، يعني حتى ينساو كاريمون واش كانوا يديروا، واش من النضال كانوا فيه، باش من بعد كي يغفلهم يعاود يسترجع الانفاس ويعاود يحط الرجالات تاعو في كل مكان ويعاود يرجع الحكم عسكري كما كان اليوم الاول. قلنا ايبا لي كوديتا ما قدروش ينحيو عمر البشير، ولكن السلميه نحاتو. ولهذا نقولوا لهذا، واليوم الشعب السوداني راه يهدد بعصيان مدني وإضراب عام، وهذا من الأدوات السلمية للنضال في إطار الثورة. هذه السلمية من الأدوات المعمول بها والواجب العمل بها إذا كان انسداد فيما يخص الحوار مع المجلس العسكري. لابد أن يقوموا بهذه الخطوات، وهي الخطوات هذه هي الأخيرة، ولكن هي التي تأتي بثمارها وتسقط النظام. فيما يخص الحالة الجزائرية لابد أن نبقى على السلمية، نحافظ عليها رغم كل شيء، لأنها هي التي أتت بكل هذه النتائج هذه. والنظام أنزعنا منه، لازم يعرف الشعب باللي النظام أنزعنا منه بسلميتنا المبادرة السياسية. واليوم النظام إلا حب يحكم الشعب الجزائري يحكمه بالإرادة تاعو، إلا الشعب ما حبش تحكمه يعني ما يخليكش تقوم بانتخابات، ما يخليكش تنظم انتخابات، يرفض كل انتخابات اللي ينظمها هذا النظام، وبالتالي ما يقدرش يسير البلاد ولا يتحكم في بلاد بدون انتخابات، بدون مؤسسات منتخبة ولو شكليا. وهذه الانتخابات حتى الشكلية والمزيفة اليوم الشعب ما يسمحش باش تقام. واليوم واش يقول الشباب؟ يقول لكم احنا اليوم ذقنا الحرية كم هي لذيذة، وانا شفنا هذيك الشعارات اللي رفضوها الشباب كم هي لذيذة، اليوم ما نطلقوهاش، ذقناها. وعلاش قلت لك هذا؟ هذه المسيرات هذه هي عبارة عن تربص للشباب الجزائري اللي التحق بالثورة، اللي هي في الحقيقة كانت عندها بداية منذ 30 سنة، كانت صغيرة، ولكن كنا نعتقل، كنا نخرج ندير وقفات، كنا كل أسبوع نعتقل، وكانوا يشوفوا فينا، وكانوا كل فضوليين يتفرجوا. بصح اليوم لحقوا كل الشباب الحق وراه يتربص. اليوم طيب. الشباب ما تقدرش ترجعوا للوراء أو تثنيه على المسيرات عندما يكون نداء في الفيسبوك سيعم الشعب كامل يتبع. جيد أستاذ فرقين، سنولي لك القضية تاع السودان لأنها قضية يعني حساسة وكبيرة. يعني كان بعض الناس يقولوا أن العسكر تاع البلدان العربية كلها خرجت في نفس المدرسة، نفس العقلية، نفس الخطاب، نفس واحد اللي يمشيوا من اللور. السودانيين لما العسكر السوداني لما أزاحوا البشير أنهم يقولوا احنا أزحنا لولا احنا البشير مازالوا في الحكم، والآن احنا ندوها البلاد هذه ثلاث سنوات ولا سنتين، ومن مستحيل نعطول البلاد هذه لأيادي ما نعرفوهاش، ما عندناش ثقة فيها. كان السودان ملك تاعهم. نفس الشيء في الجزائر الآن، المؤسسة العسكرية تؤكد أن لازم حوار مع الناس نزهاء، كان الناس لهم نشوفهم الآن مش النزهاء، ويقول لك احنا خلاص العصابة راهم قاع في السجون وراهم قاع في المحاكم، احنا درنا الواجب وحنا درنا كل شيء. يعني كان نفس العقلية، مش النتائج اللي نجيبو نخرجوه من وسط صرا الآن في السودان وباش ما نطيحوش فيها في الجزائر. وجد فرقينس أو معنا أستاذ نبيل فرقينس؟ للأسف ما بلش، ربما في خلل مع فرقينس، إذا كان يحاولنا الزملاء يجيبوه. للأسف احنا ماذا بيركن نسمع رأيه في قضية السودان لأنها مهمة جدا. أستاذ نبيل فرقينس إذا كان معنا فرقينس، هم يقولوا ربما انقطع الخط من المصدر من بجاية، ما باش إذا كان يجيبوا فرقينس مرة أخرى. المهم أعزائي المشاهدين، كما قلنا كلمة القضية هذه تاع السودان، لأن بدأت ربما الثورة تاع السودان بدأت حوالي
قبل يعني بثورة الجزائر ببعض أسابيع، وكان شبه لا 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 يعني كان الناس بزاف برا يعني شبهوا بين ثورتين، وقال لك ربما فيه تشابه بين ثورتين. البارح اليوم شفنا العسكر تاع السودان هاجم منطقة الاعتصام في الخرطوم، قتلوا بزاف من الجزائر من السودانيين. حنا كما قلنا الجزائر مازال متمسكين بالسلمية ومازال متمسكين بهذا الطريق حتى نجيبوا حقنا بدون مشاكل كبار كما في السودان، وان شاء الله ثاني العسكر في الجزائر ولا المسؤولين الحقيقيين في الجزائر يفهموا ان الجزائر هي الاولويه، والجزائر هي الملك الجزائري كلها ملك للشعب هذايا. جمال علينا ربما سؤال اخير، حبيت نطرح لك سؤال، لا قبل رمضان الان ماذا تتوقع بعد رمضان؟ رمضان ان شاء الله المسيره تستمر، المطالب تاعنا مازال ما حققناهاش بالذهاب خاصه الحكومه ووضع على الاقل اللجنه الوطنيه المستقله لمراقبه ومتابعه وتنظيم واعلان نتائج الانتخابات، وحكومه انتقاليه تكون تنال يعني رضا الشعب. يعني فيما يخص الحراك يا سي جمال، كيف راك تشوف فيه؟ هاني راح يكون فيه تصعيد اذا كان فيه مناورات، مازال مع المناورات مازال تاكد حبوا نفس الحكومه ونفس نفس بن صالح يبقى، ولا كيفاش تشوف يعني الخطه في الحراك هذا؟ وما درك واش نقول لهم النظام هذا راه في طريق مسدود، يعني ما عندوش وين يزيد يتقدم. المبادره كلها راهي في يد الشعب الجزائري، اذا كان اراد ان ينصاع الى مطالب الشعب سنهدئ الامور ونمر الى المراحل الاخرى التي هي الايجابيه، واذا اراد ان يركب راسه كما يقولون فالمسيرات ستتصاعد والمطالب سوف سقف المطالب سوف يرتفع وسوف تطالو بعض الرؤوس اللي اليوم مازال ما طرقناش لها بصفه يعني جديه. هذا يسمى هو الانذار نتاع الثوره لهذا النظام. شكرا سي جمال، يعطيك الصحه. جمال علي الشناص السياسي كان معنا من الجزائر العاصمه. استاذ نبيل فرقيناس نشكر بزاف، للاسف انقطع الخط، ونقابي وناشط سياسي كان معايا من البدايه. واستاذ مصطفى غزال ناطق باسم عائله المساجين السياسيين كان هو ثاني معنا من الجزائر العاصمه، نشكر بزاف. اذا مساجين، اذا وصلنا الى نهايه هذا الحصه الاخيره من رمضان. غدا ان شاء الله يكون العيد مبارك، نهني الشعب الجزائري، نهني الشعب جميع المسلمين بهذا اليوم المبارك، ان شاء الله يتقبل الصيام المسلمين كلهم والقيام تاعهم، ان شاء الله يكون عيد مبارك لجميع الجزائريين، وان شاء الله يكون فيه بشرة خير للحراك هذا، ان شاء الله تشوفوا يكون انطلاقه جديده للحراك. وحالا ان شاء الله نتمنى ان النظام هذا يفهم ان لا بريوريتي لهذا البلاد والشعب، اذا قرر ما كانش الرجوع، يعني الشعب هو هو اللي قرر الاول، الشعب هو اللي عنده الراي الاول في هذه البلاد. ما دام 40 مليون قالوا كلمه ما كانش واحد اللي طيق يقول كلمه خلاف هذا الكلام تاع الشعب. ربما ان شاء الله هذا الجيش هو ثاني يكون واعي بهذه القضيه، وان شاء الله نخرجوا باقل تكلفه الى بر الامان والى ما يرضى هذا الشعب. اذا اعزائي المشاهدين وصلنا الى النهايه، مرة أخرى عيد سعيد لجميع الجزائريين، والسلام عليكم ورحمة الله.